هات التاني كده بقى، واتنين مع بعض. نوديه مونيج ولا ايه؟ نخليه هنا. على ما نجيب التالت الرابع. الاثنين بقى في الناحية الثانية. هذا الخامس وهذا السادس. عندي الحمامات دي واقفة كشة من الصبح كده، مش عارف مالها. اديها ايه يا جماعة؟ اللي يعرف لها علاج يقول لي بالله عليك في تعليق كده. ست بلابل مع بعض. بسم الله ما شاء الله. نسينا العصفور البلدي. ان شاء الله ننزل الجمعة الجاية، اخر جمعة هنزلها سوق السيدة عائشة شهر 3، بس مش فاكر هتوافق يوم كام، مش فاكر والله. بس عموما الفيديو يعني ممكن ينزل لكم بعد ما اسافر. بسم الله ما شاء الله، المصايد شكلها عمران. دي ماسكة ذكر عصفور بلدي.
ايدي ماسكه بلبل عاوز يطلع، ودي ماسكه جوز بلابل مع بعض. بسم الله ما شاء الله. نلم بقى الحصيله، نمسك تنفس. جوز بلابل بسم الله ما شاء الله لسه جايين وداخلين مع بعض عين واحدة في المصيدة. دول ذكر وانتهي طبعا، اكيد بيبقوا جايين مع بعض، دول بيبقوا ذكر وانتهي. حظ صديق لنا من القناة لسه متصل عليا من طنطا عاوز جوز، خدتهم بقى وان شاء الله اروح له كده بيهم. كان في واحد تاني صفر الزيات عايز جوز برضه، بس المشكلة رقم بتاع صفر الزيات ده تايه مني مش جايين. أنا أصلا عندي أرقام كتيرة، ناس كتيرة بترن عليا فما بسجلش الأرقام، فللأسف الراجل بتاع كفر الزيات ده تاه مني وعاوز اديله جوز قبل ما اسافر، لانه مأكد عليا من كام يوم وقال لي نعمل عملية تقريبا في عينيه، كانش عاوز يطلع يوميها في الهوا، كنا متفقين عليه ما يخف بس شوية. حظ بقى حظ بسم الله ما شاء الله جايين بشوكهم، حاجة نظيفة لسه الريش متستف ومية مية. ده البراز بتاع الحمامة دي الصبح واقفة كشة كده مش عارف ليه، عايز علاج ليها يا جماعة أرجوكم. لو سمحت يا جماعة الطائر دوت عاوز اعرف بس اسمه ايه، هو تقريبا اسمه ابو منجل بس مش عارف ده الاسم العلمي بتاعه ولا ايه. هو موجود عندنا في الاراضي الزراعية، بياكل في البرسيم مع ابو اردان اهوت، بس مش عارف بياكل ايه، البلاشون الابيض. هو لونه اسمر محمر كده حناوي، مش اسمر غامق يعني، مدي جناحته فيها لون سيلفر كده زي الحمام الكينج السيلفر كده، او لون بنفسجي او ازرق غامق حاجه زي كده. انا مستني واحد يجي الناحية دي يبقى باين شوية، في واحد جاي الناحية ده اهو،
علشان يبان رجليه ويبان تفاصيله يعني تظهر. تالي كده واضح شوية. اللي هو على الشمال خالص ده الزجزاج تقريبا، ده الزجزاج في سلتين كده في جناحاته فيها سلتين كده او شوكتين، بشوفه بيجروا على ورا الغربان وبيضرب الغربان بجناحاته كده بالشوكة اللي في جناحه دي، في كتفه كده في سلة او شوكة او حاجة بيحارب بيها وبيدافع عن نفسه بيها.